السلام عليكم. اليوم نروح إلى ملعب ميلود هاتفي بوهران لنقف على عملية تغطية المضمار نتاع لاعب القوى، ونشوف يعني الشكل كيفاش يعاود، يعني ليماج نتاع الملعب هذه كيفاش تتبدل، يعني باللون البرتقالي. إذا هذه هي الصورة نتاع الملعب بعد ما تم يعني في هذا اليوم، هذا في نهاية اليوم هذا وضع البساط. نخليكم تكملوا الفيديو هذا، والسلام عليكم.